حياكم الله، أرحب فيكم في درسنا اليوم من المقرر رياضيات 3، وهو الدرس في الوحدة الثالثة، الدرس السابع، نظرية الباقي والعوامل. بإمكانكم متابعة الدرس من الكتاب صفحة 154. حياكم الله، أعرفكم بنفسي، أخوكم الأستاذ عبد الوهاب توفيق العوهلي. بإذن الله تعالى حنتعرف اليوم على نظرية مهمة في كثيرات الحدود، اللي هي نظرية الباقي ونظرية العوامل. قبل أن نبدأ بشرح النظريات، خلونا نفهم ماذا نقصد بكلمة الباقي وماذا نقصد بكلمة العوامل. في أي عملية قسمة حتى على مستوى الأعداد، لو جيت تقسم مثلا عدد، مثلا لنقول 221 تقسيم 5 مثلا، ها، أو تقسيم 3 مثلا، يعني أي عدد، حلو، تقسيم 3. الآن لما نقسم هذا العدد، بقسم 2 على 3، نعرف أنه ما يصير. 22 تقسيم 3 فيها 7، 7 ضرب 3 فيها 21. الآن أقوم بعملية الطرح، يصير هنا 1 ونزل الواحد هنا، صار الناتج كم؟ 11. أرجع أقسم ال 11 على 3 حتعطيني 3، 3 ضرب 3 حتعطيني 9، ويكون المتبقي معي 2. خلونا نسمي هذا المقسوم، هذا نسميه إيش؟ المقسوم دائما. والثلاثة هذه نسميها المقسوم عليه، المقسوم عليه. وهذا الرقم الناتج اللي هو 73 دائما ما نسميه إيش؟ ناتج القسمة، ناتج القسمة. والاثنين هذه ماذا تسمى؟ ها؟ هذه الاثنين تسمى الباقي، ها، اللي احنا اليوم ان شاء الله بصدد الحديث عن نظرية الباقي. نظرية الباقي، كيف نوجد الباقي على مستوى كثيرات الحدود او على مستوى قسمة كثيرات الحدود؟ عرفنا ايش معنات الباقي، اللي هو باقي عملية القسمة. ماذا اقصد بكلمة العوامل؟ لما اجي اقسم انا عددين، مثلا لنقول مثلا 315 تقسيم 5 على سبيل المثال، 3 تقسيم 5 ما تجي، أخذ 31 تقسيم 5 فيها 6، 6 ضرب 5 30، أطرح يطلع 1، أنزل 5 15 حيطلع 3، 3 ضرب 5 كم؟ 15، ويكون الباقي يساوي كم يا شباب؟ ها، يساوي 0. وبالتالي إذا كان الباقي يساوي 0، ها، إذا كان الباقي يساوي 0، فإني سأحكم على الخمسة بأنها عامل من عوامل العدد 315، أي أنني عندما قسمت 315 تقسيم الخمسة صار الباقي يساوي 0، وبالتالي نقول أن 315 تقبل القسمة على 5، تقبل القسمة على 5. أو بصيغة أخرى سأقول أن الخمسة هي أحد عوامل 315، هي أحد عوامل 315. إذن نظرية الباقي هو باقي القسمة، ونظرية العوامل تكون دائما عندما يكون الباقي مبتسم، ها، عندما يكون الباقي يساوي 0. ننطلق الآن لنطبق هذين المفهومين على مستوى كثيرات الحدود، فكونوا معنا ومشاهدة ممتعة للجميع. خلونا نتذكر قبل ما يعني ندخل في نظرية الباقي ونظرية القسمة، ما رأيكم أن نتذكر قسمة كثيرات الحدود؟ الآن أخذنا إحنا في الدروس السابقة أنه يمكننا قسمة كثيرات الحدود بطريقتين، في عندنا طريقة القسمة المطولة أو القسمة الطويلة، وفي عندنا القسمة التركيبية. فلو كان لدي كثيرة الحدود هذه اللي هي سالب 3x تربيع زائد 5x زائد 4، وأردت أني أقسمها على x ناقص 3، فخلونا نراجع مع بعض طريقة القسمة المطولة. بتحط هنا المقسوم وهنا المقسوم عليه، تقسم السالب 3x تربيع على الاكس بس بدون الثلاثة هذه، ها، الثلاثة هذه نستخدمها في الضرب بعدين، بس في القسمة نقسم احنا فقط على الاكس. فأقول سالب 3x تربيع تقسيم x، حتصير سالب 3x. الآن أضرب سالب 3x في x، حتطلع معك سالب 3x ايش؟
تربيع نفسها ها، واضرب سالب 3 اكس في سالب 3 حتعطيني سالب في سالب موجب، و3 اكس في 3 حتعطيك 9 اكس. الان نطرح طبعا هذه بتروح مع هذه لانه واحده بالموجب وواحده بالايش واحده بالسالب، وهنا عندك 5 اكس ناقص 9 اكس حتصير سالب 4 اكس، وطبعا نزلنا معاها الأربعة. الان اقسم السالب 4 اكس على الاكس حتعطيني سالب 4. ارجع اضرب سالب 4 في اكس سالب 4 اكس، سالب 4 في سالب 3 حتصير موجب 12، وطبعا اطرح فبالتالي هذه بتروح مع هذه، يبقى لك 4 مع سالب 12 فيصير الباقي يساوي كم يا شباب؟ الباقي يساوي سالب 8. هذا لو استخدمت انا طريقة القسمة المطولة. اما بالنسبة لطريقة القسمة التركيبية فأخذناها طريقة جميلة جدا، أبحث عن المقسوم عليه، ما هي القيمة التي تصفر المقسوم عليه أو تجعل المقسوم عليه يساوي صفر؟ وش القيمة اللي ممكن أحطها هنا ويطلع ناتج هذا يساوي صفر؟ هي الثلاثة، هي الثلاثة. وبالتالي يقولك حط العدد ثلاثة كذا في زاوية، وضع المعاملات، شوف معامل اكس تربيع سالب ثلاثة، معامل الاكس 5، معامل الثابت يساوي 4. ولما اضع المعاملات لابد اني اضعها بالترتيب، لابد اني اضعها بالترتيب، فالاكس تربيع اول ثم الاكس العادي ثم الثابت، يعني واحده وراء الثانيه. طيب لو كان في احد الحدود ما في غير موجود، يعني مثلا ما في 5 اكس، فيقول لك لابد ان تضع خانه ال 5 اكس وتضع مكانها صفر، تضع مكانها صفر. ثم بعد ذلك كيف نقوم بعملية القسمة التركيبية؟ يقول لك العدد الأول هذا نزله كما هو اللي هو سالب 3، تضرب السالب 3 في 3 بتعطيني سالب 9، أجمع الخمسة مع السالب 9 بتعطيني سالب 4، أضرب السالب 4 في 3 يعطيني سالب 12، وأجمع الأربعة مع السالب 12 يعطيني سالب 8. دائما آخر عدد هذا هو اللي يمثل إيش يا شباب؟ هذا هو الذي يمثل الباقي. وإذا كانت هذه من الدرجة الثانية فناتج قسمة حينقص درجة واحدة فقط، سينقص درجة واحدة فقط، فيكون من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، فيصير سالب 3 إكس، وهذا بيكون من الدرجة الثابتة اللي هو سالب 4. فنلاحظ أن هناك تناغم ما بين النتيجة سواء على مستوى القسمة المطولة أو على مستوى القسمة التركيبية، وهذا يعتبر مثابة بمراجعة لدروس سابقة أخذناها في هذه الوحدة. كيف نوظف عمليات القسمة هذه في نظرية الباقي ونظرية العوامل اللي نشاهد معا؟ ننتقل الآن نتعرف على نظرية الباقي. يقول تقول النظرية إذا قسمت كثيرة حدود PX على X ناقصا R، X ناقص 3، X ناقص 5، أي رقم حتى لو كان زائد، يعني لو كانت الـ R سالبة مثلا سالب 3 تصير X ناقص الناقص 3 تصير بالإيش؟ تصير بالموجب، يعني عادي أي رقم هنا، لكن لابد أن القسمة تكون على يعني وحيدة حد من الدرجة الأولى، دائما المقسوم عليه يكون وحيدة حد من الدرجة الأولى. يقول فإن الباقي ثابت ويساوي بي آر، يعني كل ما عليك أنك تسويه أنك تمسك الآر هذه وتعوضها في الدالة وراح يظهر معاك الباقي مباشرة، راح يظهر معاك الباقي مباشرة. وخلونا نطبق هذا الكلام في المثال الأول لنشاهد معا. نأتي الآن لنطبق هذا الكلام. قال لك إذا كانت f of x تساوي 3x أس 4 ناقصا 2x تكعيب زائد 5x زائد 2، فأوجد f 4. يبغاني أوجد f 4 باستخدام التعويض التركيبي، يعني أبغى أطلع أنا الباقي. طيب إذا كانت ال r تساوي 4 فكثيرة الحدود التي تقابلها هي ماذا؟ هي x ناقصا 4، لأن احنا نعرف أنها دائما x ناقصا R، فبالتالي يكون في تعاكس في الإشارة، لأن إشارة القانون هنا في وين النظرية ها دائما يكون فيها سالب، يكون فيها سالب، فبالتالي إذا كان هذا موجب 4 فوحيدة الحد تكون بالسالب، تكون بالسالب. نأتي الآن ونقوم بعملية القسمة، نستخدم القسمة التركيبية أسهل.
أباخذ العوامل هذه، ما هي العوامل؟ أول شيء أضع في الزاوية العدد 4 اللي أنا أبغى أطلع الباقي، وأضع العوامل. معامل الإكس أس 4 3، معامل الإكس تكعيب سالب 2. أسأل نفسي إكس أس 4 هو أكبر حد، هذه كثيرة حدود من الدرجة الرابعة، بعدها الأس 3، بعدها الأس 2. طيب ما لقيت أس 2 هنا؟ ما في كثيرة الحدود أس 2. لازم تحتفظ في الخانة، ها يعني مكانك موجود يا أس 2، ها يعني مكانك في القلب، ها لازم يصير إيش؟ لازم يصير في عندك لكل حد من هذه الحدود يكون له إيش؟ يكون له موقع موجود، فبالتالي ما يمكن أتجاوز وأنسى، لابد أن الإكس تربيع أضع لها مكان، لكن طالما أنها ما هي موجودة أضع مكانها إيش؟ أضع مكانها 0. وعندك الخمسة إكس بتاخذ منها الخمسة، وأخيراً العدد الثابت يساوي 2. دائماً العدد الأخير هنا سيكون هو للباقي، هو اللي أنا راح أوجده هنا اللي هو الباقي. طيب كيف نقوم بعملية القسمة التركيبية؟ زي ما ذكرنا قبل قليل، سوف نقوم بأول عدد هذا نزله كما هو، 3 ضرب 4 ها يا شباب حيكون 12، سالب 2 مع 12 بيكون كم؟ 10. 10 10 مع 4 حتكون كم يا شباب؟ حتكون 10 ضرب 4 عفوا حتكون 40. الآن 0 مع 40 حتكون 40، 40 في 4 حتكون 160، 5 زائدا 160 حتكون 165. 165 ضرب 4، يمكن بعض الشباب يقول وين أنا حاسب أنا 165 ضرب 4، ها؟ لا تقدر تحسبها، بس إيش؟ خذها على مراحل، خذها على مراحل. فأنت تقول 165 ضرب 2، ها شوف شلون؟ 165 ضرب 2، 165 و165 بتعطيك 150 و150 فيها 300، و15 و15 فيها 30 صارت 330. اضربها مرة ثانية في 2 لأن هي ضرب 4، فتضرب في 2 ثم تضرب في 2. دائما إذا جيت تضرب شيء في 4 اضرب في 2 ثم اضرب في 2، فبالتالي يصير 330 ضرب 2 حتصير 660. 660 أجمع 2 مع 660 حتطلع 662. إذن لو جاء سألك ما هو الباقي أو ما هو F لأربعة، فتقول أنه يساوي 662. معناها لو جيت أنا مسكت الدالة هذه F of X ها وعوضتها بأربعة، يعني حسبت 3 في 4 أس 4 ناقص 2 في 4 أس 3 زائدا 5 في 4 زائدا 2، بيطلع الناتج كم يساوي يا شباب؟ حيطلع الناتج يساوي 662، وبذلك أنا أكون أوجدت العدد هذا من خلال القسمة التركيبية أو باستخدام التعويض التركيبي. إن شاء الله تكون الفكرة واضحة للجميع. نأخذ مثال ثاني، إيش رأيكم؟ ونشوف. يلا. دائما إذا حبيت تحتفظ في حل مثال كبتشر الشاشة، ها حتى إيش؟ حتى ما يروح عليك الإجابة، يعني إذا حبيت تحتفظ فيها. يلا خلونا نشوفها الحين. قال لك تحقق من فهمك، إذا كان f of x يساوي 3x تربيع ناقص 6x تربيع زائد x ناقص 11، فأوجد f لثلاثة. لاحظ هنا ال r تساوي 3، وبالتالي ال x ناقص r حتكون x ناقص 3، ها إذن هذا هو المقسوم عليه. فكل ما عليك أنك تسوي أنك تحط الثلاثة على جنب كذا، وننزل المعاملات الآن. من الإكس تكعيب باخذ 3، من الإكس تربيع باخذ سالب 6، وهنا من الإكس باخذ 1، ومن الثابت باخذ سالب 11. لاحظ هنا ما عندي أحد مفقود، كلهم موجودين، ها الجماعة كلهم موجودين، فبالتالي ما يحتاج أحط مكان الأحد. يلا ننزل الثلاثة مثل ما تعودنا، أول عدد هذا دائما ينزل كما هو. 3 ضرب 3 كم؟ 9، سالب 6 مع 9 حتعطيني 3 مرة ثانية، 3 في 3 مرة ثانية حتعطيني 9، 1 زائد 9 كم؟ حيكون 10، 10 ضرب 3 حتكون 30. طيب سالب 11 مع 30 كم تعطيني يا جماعة الخير؟ 19. وين الباقي فيهم؟ وين الباقي؟ هذا هو الباقي، هذا هو الباقي. فبالتالي راح تقول لي F لثلاثة تساوي
19 يعني لو عوضت هذه بثلاثة عندك لو عوضت بثلاثة عفوا يعني لو قلت ثلاثة في ثلاثة تكعيب ناقص ستة في ثلاثة تربيع زائدا ثلاثة ناقص 11 تبون نجرب؟ ما عندي مشكلة ثلاثة تكعيب 27 في ثلاثة حتعطيني 81 ثلاثة تربيع تسعة تسعة في سالب ستة ها حتصير سالب 54 وزائد ثلاثة وناقص 11 لاحظ معي 81 وثلاثة هذه بتصير 84 84 ناقص 54 حتصير 30 30 ناقص 11 حتصير 19 مثل ما ذكرنا قبل قليل وبالتالي شغلنا نظيف وإجابتنا صحيحة 100% أترك لكم ثانيتين اللي يحب يكبتشر الشاشة قبل أن ننتقل للمثال الثاني اللي هو تقريبا نفسه خلنا نشوف نظرية الآن نظرية العوامل يلا ننتقل الآن إلى نظرية العوامل ونشوف لاحظ هنا عوامل كثيرات الحدود قلنا دائما متى نحكم على شيء انه عامل لازم الباقي يساوي صفر لازم الباقي يساوي صفر فعندما قسمت كثيرة الحدود هذه على قسمت كثيرة الحدود هذه على x زائد 3 طبعا ال x زائد 3 معناتها ال r بتصير كم لان هنا لاحظ هذه بالموجب فال r بتصير بالسالب سالب 3 لما قسمتها صار الناتج صفر إذا هنا راح أحكم على x زائد 3 بأنها أحد عوامل كثيرة الحدود هذه لماذا؟ لأن الباقي يساوي إيش يا شباب؟ ها؟ الباقي هنا يساوي الصفر خلونا نشوف نظرية العوامل يقول تكون ثنائية العد اللي هي x ناقصا r عاملة من عوامل كثيرة الحدود إذا وفقط إذا كان في r يساوي صفر إذا وفقط إذا كان بي آر يساوي الصفر إذن متى يكون الإكس ناقص آر عاملا لازم أن ناتج التعويض يكون إيش يكون صفر أو الباقي يساوي صفر خلونا نأخذ المثال اللطيف عندنا في المثال رقم 3 يقولك حدد ما إذا كانت إكس ناقص 5 عاملا من عوامل كثيرة الحدود إكس تكعيب ناقص 7 إكس تربيع زائد 7 إكس زائد 15 أم لا ثم أوجد عواملها الأخرى يعني لو كانت عاملا فجيب يعني حللها حللها خلونا نحللها يلا أول شيء راح أقسم وأتأكد أنه إيش أنه الإكس ناقص 5 أحد عوامل كثيرة الحدود هذه طبعا إذا كانت الإكس ناقص 5 معناته الآر حقتي كم حتساوي يا جماعة الخير إكس ناقص 5 حتصير الآر موجب 5 أضع 5 كذا في الزاوية أو في الركن وننزل المعاملات معامل الإكس تكعيب 1 معامل الإكس تربيع سالب 7 معامل الإكس 7 معامل الثابت 15 وطبعا قلنا دائما آخر رقم أفصله كذا لأنه هو اللي بيطلع لي الباقي وحتى أحكم على هذه بأنها عامل لازم الباقي يطلع هنا كم يا شباب ها؟ لازم يطلع الباقي يساوي صفر مثل ما اتفقنا قبل قليل الآن أقوم بعملية تنزيل هذه وبالتالي حقول هنا الناتج يساوي 1 1 ضرب 5 5 طيب سالب 7 مع 5 جمع ها تسلفت 7 ريال وسددت 5 ريال تصير متسلف ريالين طيب سالب 2 ضرب 5 حيعطيني سالب 10 طيب 7 مع سالب 10 حتعطيك سالب 3 طيب سالب 3 ضرب 5 حتكون سالب 15 طبعا 15 لما تجمعها مع سالب 15 وبالتالي هنا حتعطيك ايش حتعطيك الصفر المبتسم هنا الصفر المبتسم معناته انه راح احكم الان على اكس ناقص 5 بانها احد عوامل كثيرة الحدود بي اكس طيب اذا كانت هي احد عوامل كثيرة الحدود خلنا نكتب البي اكس الان حتساوي اكس تكعيب ناقصا 7 اكس تربيع زائدا 15 زائدا 7 اكس اسف نسيتها زائدا 15 لما نجي احللها الان احد عواملها الاكس ناقص 5 هذا خلصنا منه ليه وش درانا انه عامل لان الباقي هنا طلع كم طلع صفر ها فبالتالي راح احكم عليه بانه عامل العامل الثاني حيكون ناتج القسمه هذا
العامل الثاني حيكون هو ناتج القسمة هذا. كيف أجيب ناتج القسمة هذه؟ لاحظ هنا أن العدد أن كثيرة الحدود كانت من الدرجة الثالثة، لما انقسمتها راح تنقص درجتها درجة واحدة، وبالتالي حتكون هذا الناتج يكون من الدرجة الثانية، فيصير عندي 1x تربيع ناقص 2x ناقص 3 بهذا الشكل. طيب هذه كثيرة حدود من الدرجة الثانية، سهل تحليلها، هذه يكون سهل تحليلها. طيب كيف أحللها يا جماعة الخير؟ ها يقول لك أبحث عن عددين، ها حاصل ضربهم سالب 3 وحاصل جمعهم سالب 2. شوف معي، حاصل ضربهم سالب. طيب إذا صار حاصل ضربهم سالب، معناه العددين اللي بدورهم أنا عددين متشابهين الإشارة ولا مختلفين الإشارة؟ بلا شك إن حيكونوا عددين مختلفي الإشارة، لأن حاصل ضربهم إيش؟ سالب. فبالتالي السالب 2 هذه بتشكل مجموعهم ولا بتشكل الفرق بينهم؟ أكيد بتشكل الفرق بينهم، لأنه واحد بالموجب واحد بليه بالسالب، تسلفت ورجعت، ها فبيصير فيه الفرق بينهما. فبالتالي وش العددين اللي حاصل ضربهم سالب 3 والفرق بينهم 2؟ طبعا ما عندي إلا الواحد وليه والثلاثة، فبالتالي راح أقول x ناقص 5 كما هي، هذه نزلناها، وهذه ححللها إلى x ناقص 3 وإكس موجب 1. ودائما هذه تكون إشارة العدد الأكبر منهم، أيهما أكبر، الثلاثة ولا الواحد؟ ها لا شك الثلاثة أكبر، وبالتالي تكون هذه هي إشارة الأكبر، الإشارة الأكبر. وكذا أكون أنا أوجدت جميع العوامل الأخرى لكثيرة الحدود بـ of X. إن شاء الله تكون واضحة للجميع، اللي يحب يكبشر الشاشة برضو على السريع. يلا ننتقل الآن إلى فقرة تحقق من فهمك، أيضاً نتحقق من فهمنا لفكرة هذا السؤال بنفس الطريقة البسيطة اللي علمتكم إياها الآن. يقول لك حدد ما إذا كانت x ناقص 2 عامل من عوامل كثيرة الحدود هذه أم لا، ثم أوجد عواملها الأخرى. طبعاً قلنا إذا x ناقص 2 الآر كم بتصير؟ أنتوا جاوباً، من يجاوب؟ ها؟ معناها الآر تساوي 2، الآر تساوي 2. يلا نبدأ الآن نقوم بعملية القسمة التركيبية. أضع الاثنين في الزاوية هنا، ها أحطها في الكورنر أو في الزاوية، وأبدأ أنزل المعاملات. ما هو معامل إكس تركعيب؟ 1. ما هو معامل إكس تربيع؟ سالب 7. ما هو معامل الإكس؟ 4. ما هو معامل 12؟ ما هو معامل الثابت؟ عفوا 12. وأقوم أنا إيه؟ ها بالقيام بعملية القسمة التركيبية. الآن أقوم بإنزال العدد 1 كما هو، 1 ضرب 2 2، سالب 7 مع 2 حتصير سالب 5، 5 في 2 حتكون 10، 4 عفوا سالب 5 في 2 حتكون سالب 10، 4 مع سالب 10 حتكون سالب 6، سالب 6 ضرب 2 حتصير سالب 12، ووصلت كذلك أنا هنا إلى صفر مبتسم بالنسبة لي، ها أنه الباقي هنا يساوي صفر. وبالتالي الآن أقوم بعملية التحليل البسيطة، راح أقول أن هذه مثلا P of X، ها إذن حيكون X ناقص 2 أحد عواملها، خلنا نكتبها أول شيء، X تكعيب ناقص 7 X تربيع زائدا 4 X زائدا 12. الآن راح أكتب الحين الإكس ناقصاً 2، وش الناتج اللي ظهر لي هنا؟ هذه من أي درجة؟ من أي درجة؟ من الدرجة الثالثة، لما قسمتها صارت من الدرجة ليش؟ من الدرجة الثانية، تنزل دائماً تنزل الدرجة ها نزول واحد، وبالتالي حيكون عندي 1 إكس تربيع ناقصاً 5 إكس ناقصاً 6. الحين بجي أحلل هذه برضو، ها أحلل هذه، عددين حاصل ضربهم سالب 6، العددين متشابهين الإشارة ولا مختلفين الإشارة؟ مختلفين الإشارة، لأن هنا سالب، وبالتالي وش الأشياء اللي تضربها في بعض تعطيك 6؟ يا 1 في 6 يا 2 في 3، لكن قلنا لأنهم مختلفين الإشارة بيكون الخمسة هذه هو مجموعهم ولا الفرق بينهم؟ ها؟ السالب 5 حتكون هي الفرق بينهم، لأنه 1 بالموجب و1 بإيش؟ بالسالب، وين اللي الفرق بينهم 5؟ حتقول الواحد وليش والستة. طيب من اللي أخذه بالموجب ومن اللي أخذه بالسالب؟ قلنا دائما هذه تكون إشارة الأكبر منهما، فالسالب حيكون مع الستة والموجب حيكون مع الواحد، وبالتالي هنا نقول أن X موجب 1 في
في اكس سالب 6 واكون انا كذا حللت كثيره اوجدت جميع عوامل كثيره الحدود هذه. ان شاء الله تكون يعني تكون الفكره واضحه للجميع، وبذلك نكون تعرفنا على نظريه الباقي ونظريه العوامل. قلنا نظريه الباقي ممكن اجيبها من خلال القسمه التركيبيه بامكاني الحصول على الباقي، وقلنا متى نحكم على كثيره حدود بانها عامل من عوامل كثيره حدود اخرى، اذا كان حاصل او ناتج اذا كان باقي القسمه دائما يساوي صفر هنا راح احكم عليها بانها عامل، وبالتالي تكون خفت شويه بامكاني اجيب بقيه العوامل الاخرى. اتمنى تكونون استمتعتم في هذا الدرس، ويعني ان شاء الله تكونون استفدتم واستمتعتم في هذا الموضوع. اتمنى لكم يعني متابعه ممتعه ان شاء الله، ونلتقيكم في دروس قادمه باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.